مرحب بيكم في المرة الثالثة من حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام من برنامج الحصاد. دلوقتي هنتكلم عن خشونة المفاصل. أعتقد ده المرض المشترك مع ناس كتير قوي، ناس كتير جدا بتعاني من هذا المرض، مش عارفين السبب إيه. يعني مؤخرا بقت الأعداد اللي بتعاني من هذا المرض كتيرة جدا. طب إحنا هنعرف التفاصيل دي أكتر مع ضيفنا الكريم دكتور خالد جمال، استشاري الطب الرياضي وتأهيل إصابات الملاعب. برحب بحضرتك يا دكتور خالد. أهلا بحضرتك. يعني ايه خشونة مفاصل؟ يعني ايه اللي بيحصل فبيحصل هذا الألم؟ يعني الموضوع بيبقى عبارة عن ايه يا فندم؟ الموضوع ان خشونة المفاصل بتحدث في المفاصل، اي مفصل في الجسم. في مفاصل ثابتة ومفاصل متحركة. مفاصل الثابتة زي مثلا المفاصل اللي في الجمجمة، دي مفاصل ثابتة ما بتتحركش لأنها كلها متركبة. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المفاصل، حتى لما بيحدث اوبريشن في البرين في المخ وكده بيبتدوا ان هم يفتحوا الجزء العظمي دوت، بيبقى فيه مفاصل ثابته جنب بعض. تمام. المفاصل المتحركه زي مفصل الكتف، الركبه، المفاصل اللي هي بين الفقرات. تمام. في القرص الغضروفي دوت، في الماده الزلاليه اللي هي بتساعد على حركه المفصل، بتكون عامله زي الزلال كده. تمام. الغضروف نفسه بيمتص الصدمات اللي هي واقعه من نتيجه الحركه. طيب الخشونة بتحدث ازاي بقى؟ لما يكون في لود او حمل عالي على الغضروف نفسه بيبتدي يحصل تآكل في هذا الغضروف. عوامل السن، العوامل الوراثية، الأحماد البدنية العالية، التدريب الرياضي الخاطئ. في تدريبات رياضية خاطئة بتحدث في الجيمات بتسبب أرثرايتس او بتسبب خشونة في المفاصل. وخصوصا طبعا كل رياضة لها إصابات، يعني انا كل حلقة بتكلم عن إصابات المفاصل اللي بتحدث في كل رياضة من الرياضات اللي هي سبورتس. يعني عندك حضرتك مثلا إصابة مفصل الركبة بتحدث في رياضة رفع الأثقال، في الجيمات لما أنا أشيل حمل أو دامبلز تقيل جدا، وفي ضعف في عضلات الرجلين اللي هي كوادريسيبس وهامسترونج، بيحدث بليشر على الغضروف نفسه فبيحدث تآكل. تمام. الناس اللي هم كبار السن برضو بيطلعوا سلالم كتير بيحدث تاكل في الفقرات او في الغضاريف. في عوامل كتير جدا، عوامل وراثيه. حضرتك ذكرت ان طلوع السلم وان ممارسه رياضات عنيفه زي حد بيشيل رفع الاثقال، مع ان الرياضه معروف انها صيانه للجسم وللعضلات وللمفاصل، لكن حضرتك بتقول ان ده ناتج سلبي من الرياضه. طب ايه اللي ممكن يكون بيتعمل علشان افادي او اتفادى هذا المرض؟ اولا لو اتكلمنا وقلنا السبب الرئيسي في الاصابه بالخشونه، في عوامل كتير جدا زي ما انا قلت دلوقتي. ضعف العضلات نفسها اللي حوالين المفصل. لما انا اكون عندي ضعف في عضلات الرجلين الكوادريسبس والهامسترونج، او ما بتدربش تدريب رياضي متوازن او متوافق. في ناس بتتدرب مثلا يتدرب على العضلات العليا ويسيب اللي تحت. في ناس تتدرب تقوي الرجلين وتسيب العضلات اللي فوق. لازم يكون في توافق في التدريب الرياضي. لازم يكون في برنامج مناسب لكل لاعب. يعني في ناس يتدرب العضله اللي هي مثلا بايسبس، فالعضله تبقى قويه، الترايسبس ما تبقى ضعيفه، فتحدث اصابه في مفصل المرفق اللي هو التنس إلبو. الناس اللي بتلعب احنا هنتكلم بتوضيح اكتر يا دكتور. يعني هو بيهتم بايه بالظبط وبيهمل ايه، مع ان هو كلها في الدراع مثلا؟ بص لو قلنا مثلا في الدراع، في هو بيتدرب مثلا على البايسبس يقويها جدا ويسيب الترايسبس اللي هي العضله اللي هنا الاماميه. تمام. فيسيب الترايسبس، ايه اللي يحدث؟ يحدث خلل في الحركه بتاعه المفصل. طبعا العضله دي قويه والثانيه ضعيفه، فبتحدث اصابه في المفصل نفسه، فيلاقي مثلا عنده ألم في الكوع، ألم شديد مثلاً. والمدى الحركي بيزيد. يعني أنا بقويت كده وسبت ورا زي عضلات البطن بالظبط، بقوي عضلات البطن. في بعض الدكاترة بيقوي عضلات البطن عشان يحدث تخسيس للبطن. ده شيء جميل جدا. ويسيب عضلات الظهر. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ تحدث إصابة في العمود الفقري. طبعا انا قويت بطني وقويت دراعي وقويت رجلي وسبت عضلات ظهري، لما اجي انا طبعا عندي باور في دراعي وفي بطني وفي رجلي، اجي اشيل اتوهم بقى ان انا قوي وقوي بشيل، اجي اشيل لود عالي، عضلات الظهر ضعيفه، يحدث تمزق في عضلات الظهر، يحدث بليشر على فقرات العمود الفقري، يحدث الانزلاق الغضروفي. دي مشكله كبيره جدا، كل معظم المدربين الغير مؤهلين
والدارسين طب رياضي بيقعوا فيها. فلازم انا اقوي اعمل كوردينيشن على جسمي كله يعني. وقبل ما اعمل الكلام دوت في حاجه اسمها القياسات البدنيه. في اختبار السرعه، اختبار التحمل، اختبار القوه. ايه اختبار القوه العضليه ده؟ اقصى حاجه اقدر اشيلها او لود اقدر اشيله بعمل تيست على كل عضله من العضلات علشان اشوف قوه العضله دي هتشيل قد ايه، وبعدين بعمل برنامج تدريبي لزياده القوه العضليه لهذه العضله. يبقى انا عملت كده برنامج تدريبي متكامل لتنميه كل العضلات، وعملت توافق بين العضلات الخلفيه والاماميه لكل الجسم. كده حضرتك بتتكلم على اللي هو اللي واخد باله من لياقه البدن عنده او من لياقه بدنه، وبيصيبه ممكن يكون عرضه كبيره جدا لالام المفاصل او الانزلاق وما الى ذلك، مع انه هو رياضي اساسا. يعني شوف حضرتك الموضوع قد ايه دقيق. ده هنتكلم عليها، لان طبعا مش كلنا رياضيين، لعامة الشعب كله ناس عادية لا بتمارس رياضة ولا حتى بتعمل مشي ولا عندها صيانة اساسا لجسمها ولا بتاخد بالها اذا كانت تخنت او خست. عامة الشعب كده، مش كده يا فندم؟ يعني هو احنا محتاجين توعية، بس ثقافية. احنا محتاجين توعية، تمام، توعية اعلامية وثقافية عن طريق المؤتمرات اللي بتتعمل. مؤتمرات هامة يعني يكون هامة بالصحة، زي ما بنتكلم مثلا على الحاجات اللي خاصة بمستقبل الوطن، نتكلم على حاجات خاصة بمستقبل صحتنا، لأن احنا كأفراد في هذا الوطن بنهتم بصحتنا عشان احنا اللي هنشيل هذا الوطن. هنبتدي نشتغل كويس. أنا لو صحتي كويسة هشتغل، بدل ما اشتغل 6 ساعات هشتغل 8 ساعات. المشوار اللي أنا هعمله بدل ما أعمله في ساعة عامله في نص ساعة، لأن حركتي سريعة. عندي سرعة في الحركة. أو لما يكون عندي مشوار وعملته ما اروحش البيت أبقى مجهد ومش قادر أعمل حاجة، وما أقومش بأعمالي المنزلية مثلا. تمام. يعني فإن هو إن البني آدم إزاي يعيش حياة سليمة متوازنة. لكن أغلب الناس زي ما قلت لحضرتك هم مش ممارسين للرياضة. ممكن حضرتك بتقول عايزين نعمل توعية، ماشي هنعمل توعية وهنقول أهمية ممارسة الرياضة السليمة. لكن اللي بيشتكي دلوقتي من خشونة المفاصل وهو عادي، بني ادم عادي، لا بيروح جيم ولا بيعمل كذا ولا بيعمل كذا، ده بيبقى نتيجه ايه بقى يا فندم؟ اولا في اعراض جانبيه، بيحس بالم شديد في المفصل، فمش قادر يحرك المفصل لان الخشونه دي تاكل في الغضاريف. هيجي يحرك يسمع صوت طقطقه في هذا المفصل. طيب في الم مع الطقطقه ديت، يبتدي يروح لدكتور عظام يعمل اشاعه. الاشاعه تبين تاكل في الغضروف، يبقى دي خشونه. في هذه الحاله ماذا يحدث؟ اولا هنبتدي كورس العلاج الدوائي، سواء بالمسكنات او الحاجات المضاده للالتهابات، حاجات بتساعد على بناء الغضاريف زي الجلوكوزامين وزي الادويه المكملات، الكالسيوم وكبريتات الحديدوز والحاجات دي كلها بتساعد في بناء هذه الغضاريف، والكولاجين كمان برضو. تمام. بيبتدي يعمل علاج طبيعي عشان يأهل العضلات اللي هي فيها التهابات والأوتار ان هي ترجع لطبيعتها. يبتدي يعمل تأهيل اللي هو اسمه هابيلتيشن، تأهيل بعد العلاج الطبيعي. التأهيل ده يعني خشونة المفاصل مرض له علاج؟ ليه علاج، بس اهم حاجة نشخص صح ونعالج صح. نبتدي ندي حاجات تسكن وتشيل التهابات، حاجات تغذي المفصل زي الكولاجين زي ما قلت كده والجلوكوزامين. اعمل فيسيوثيرابي بالاشعه تحت الحمراء والموجات الصوتيه والليزر على المفصل عشان ان انا ابتدي اشيل الالتهابات اللي موجوده في الاوتار في الاربطه. بعد كده بعمل حاجه اسمها هابيلتيشن اللي هو التاهيل البدني حوالين المفصل عشان اقوي العضلات الاماميه والخلفيه، مثلا الركبه لو في ارثرايتس في الركبه اقوي العضلات اللي هنا حوالين الكتف عشان ما يبقاش في ارثرايتس برضو في الشولدر في الكتف. تمام. ببتدي بعد كده طبعا عملت هابيلتيشن اللي هو التأهيل. تأهيل يعني ايه؟ تأهيل بدني. انا برجع لو في لاعب عنده أرثرايتس او عنده خشونه، ببتدي اوديه من الحاله المرضيه ان هو يمارس رياضه تاني والمفصل بتاعه يبقى كويس. تمام. طب هي ليه اساسا بيجي لنا خشونه مفاصل؟ هل هو تقدم في السن؟ هل هو نقص مثلا او عادات غذائيه غير سليمه، ام هي ممارسات حياتيه بقى ايضا كمان غير سليمه؟ هو اولا الممارسات الحياتيه الغير سليمه بتجيب ارثرايتس، بتجيب خشونه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه التغذيه السيئه. يعني انا اكلي ما فيهوش مثلا مواد غذائيه بتساعد على تزييت المفصل ده. يعني مثلا في حاجات السوائل الجيلاتينيه اللي موجوده مثلا في
عندك الملوخيه، عندك الكوارع، عندك الحاجات اللي هي الطبيعيه، الخضروات، الفواكه. يعني اي حاجه فيها جيلاتين كده اعرف انها مفيده للمفاصل. طبعا مفيده جدا. الباميه طبعا مثلا، الباميه فيها الباميه برضو. ممتازه جدا، كلها مضادات اكسده عاليه جدا. والملوخيه طبعا، الملوخيه على فكره مذكوره يعني في معابد الفراعنه، من قبل الفراعنه موجوده، سبحان الله. وكانوا زمان بيسموها الملوكيه لان الملوك هم اللي كانوا بياكلوها. والسائل اللي فيها مضادات اكسده قويه جدا، نعم، وبتحمي عضله القلب كمان من الكوليسترول والترايجلسرايد، الدهون الثلاثيه والكوليسترول. عندك برضو للجيلاتين البقري برضو كويس جدا، هو زي الكوارع والحاجات دي. وفي برضو اعشاب، انا لسه من شويه كنت بسمع حلقه عن الاعشاب دكتور صلاح. فانا بذكر العشبه اللي هي حب الرشاد دي، بتطحن تمام، تحط على اللبن او تحط على اي مشروب، تتاخد مرتين في اليوم، دي بتساعد على تزييت المفاصل. طب لكن ما يتعملش لبخه مثلا، مثلا نحطها على الركب، على الكوع؟ ممكن بقى لو في مثلا زيت الحب الرشاد مع زيت اللي هو دهن النعام، مع مجموعه خلطه كده، يعني الوصفات دي بتجيب نتيجه برضو يا دكتور؟ بتجيب نتيجه، بس هي يعني هي لوحدها مش هتجيب نتيجه، لازم يبقى في كومبليت تريتمنت او العلاج المتكامل. ايه العلاج المتكامل ده؟ بعمل علاج طبيعي، بتغذى كويس، بعمل تاهيل للعضلات اللي حوالين المفاصل، تمام، بحافظ على المفصل ان انا ما اعملوش لود اكتر وانا في حاله الاصابه. يعني انا عندي ارثرايتس، عندي خشونه، تمام، عندي خشونه وهبتدي ان انا اشيل احمال بدنيه تاني، ولا استنى لما الخشونه تخف وابتدي اشيل احمال بدنيه؟ يعني لو انا عملت النظام مثلا زي حضرتك ما بتقول كده سليم، سواء غذائي مع دوائي مع ممارسات منضبطه، ممكن مثلا الخشونه دي تاخد وقت قد ايه على بال ما تتعالج؟ والله في خشونه درجه اولى وثانيه وثالثه، في خشونه، في خشونه بسيطه ديت بتاخد مثلا حوالي شهر شهرين ثلاثه، خشونه متقدمه شويه بتاخد من 3 شهور لتسع شهور لسنه، خشونه بتبقى يعني كرونيك شويه، تبقى حاده، دي ممكن تاخد من سنه لسنتين لثلاثه، وحسب برضو حضرتك برضو حسب تقدم السن، لا على حسب العوامل الوراثيه وعلى حسب تقدم السن والتغذيه والبيئه المناسبه. يعني في بيئه مثلا فيها نسبه الاكسجين عاليه زي الاماكن الريفيه كده، فيها اماكن زراعيه وفيها خضره وفيها شجر وزرع والحاجات ديت، في نسبه الاكسجين اللي هو في او 2 بيبقى عاليه الصبح، سبحان الله. فنسبه الاكسجين لما بتزيد في الجسم بتساعد على بناء الانسجه وبتنشط الدوره الدمويه، مع التغذيه السليمه بتساعد على بناء الغضاريف. لكن مثلا اللي عايشين في وسط العوادم، السيارات والدخاخين المختلفه للمصانع، ده بتبقى طبعا انت حضرتك مثلا لو جبت الناس بتوع السواحل هتلاقي صحتهم كويسه جدا. الناس اللي في الارياف يعني الواحد نفسه يروح يعيش في الارياف، يعني الهواء هناك جميل جدا وصحه حلوه جدا صراحه يعني. طبعا. طيب حضرتك بتقول ان بيبقى فيه صوت، يعني لما اجي احرك مثلا ركبتي او دراعي او رقبتي بسمع صوت، هل الصوت ده ممكن يبقى مؤشر حتى لو ما كانش فيه الم؟ هو ممكن يكون التهابات مثلا في الفقرات، ماشي، واجي احرك اسمع صوت، الصوت ده مش هو هقول نسبه 100%، لكن هو مستمر يعني ليل ونهار في في صوت في الحركه. لكن ممكن مثلا يكون في لطشه برد في العظم ولا حاجه، اجي احرك اسمع صوت خفيف، تزييق خفيف كده، ده مش هو الاساسي، ويمشي ما يكونش في اي مشكله. لكن لو استمر بقى قعد مثلا اسبوع اسبوعين شهر شهرين، ده اعمل اشعه الاقي. ده في ناس يا دكتور، دكتور خالد، هي عادتها انها مثلا تعمل تطرقع رجليها، تقول لك بص هعمل لك 20 طرقعه، او مثلا يعمل كده بصوت برقبته فيطلع تزييق، او يطرقع مثلا ظهره. هل دي عادات سيئه ام هي اساسا مؤشرات؟ لان خد بالك ده هنا في خطر ممكن بعد يكون عرضه لالتهاب مفاصل مثلا. ده الحركه اللي الناس بتعملها ديت، الطرقعه دي اكبر خطر يهدد المفاصل للجسم البشري. وطرقعة الصوابع؟ لا هو مش شرط يعني، اصل مش ليل ونهار هنطرقع صوابعنا وكده. ممكن واحد يكون مثلا عنده صاحي من النوم تعبان كده، فبيعمل استريتش للعضلات، بيحرك ايديه كده، فعادي. لكن ليل ونهار شغال عمال اطرقع في رقبتي، الحركه في حركه خطيره جدا. خطيره جدا، ان هو واحد يبقى قاعد كده يقوم ماشي بسرعه مطرقع ظهره كده يمين وشمال، ديت بتدمر الفقرات بتاع العمود الفقري. طب افرض حصل، يحصل روتيشن زياده، يحصل انزلاق غضروفي او كسر في العمود الفقري، وخصوصا عند الاطفال. يعني الطفل الصغير ده ممكن يجيله انزلاق غضروفي، ممكن يجيله خشونه نتيجه ان هو بيشيل حاجات تقيله، تمام. احنا بشر، لحم ودم وعظم وغضاريف، ف
فلازم نكون حاطين في دماغنا ان احنا حركتنا بحساب، ما نقدرش نشيل حاجه اكبر من قوتنا، لان احنا لو شلنا حاجه اكبر من قوتنا هيحصل تمزق في الجهاز العضلي العصبي، هيحصل اصابه في العظام. طب يعني احنا كنا نعرف ان الاطفال عظمهم مش يابس، بيبقى لين، يعني يقدر يعمل اللي هو عايزه، ما بداله مش هيجرى له حاجه، لكن احنا اللي عظمنا نشف فاي حركه بتبقى محسوبه علينا. لا احنا طبعا يعني ربنا يسترها معانا اللي من فوق السن 40 كده، خصوصا عند السيدات اللي هرمون الاستروجين والبروجستيرون بيبتدي يقل، فالهرمون دوت بيحصل ايه، هشاشه عظام، وخصوصا لو الست، المراه المصريه، انا بتكلم عن المراه المصريه بصفه خاصه والمراه العربيه بصفه عامه، واي مراه تمام تهتم ايه بصحتها، لان المراه لو اهتمت بصحتها مش هيحصل لها ولا خشونه ولا يحصل لها هشاشه عظام ولا. هم مرتبطين ببعض يا دكتور خالد، الخشونه مع الهشاشه؟ هو خشونه المفصل دي ممكن تكون من اسباب هشاشه العظام، لان الغضروف نفسه اصلا مكوناته غير العظام نفسها. تمام، بيتكون من الجلوكوزامين وحاجات اخرى يعني. العظام بتتكون من الكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس وعناصر معدنيه. تمام، بتساعد على بناء العظام. تمام، فكل عظمه بتنتهي بغضروف بمفصل. يعني مفصل الركبه ده تمام، او عظمه الفخذ دي بتنتهي بمفصل الركبه تحت ومفصل الفخذ فوق. تمام، كل الحاجات دي بتساعد على او التمرينات البدنيه والعلاج دوت بيساعد على الوقايه من امراض اللي هي الخشونه. طب احنا كده بقى ممكن نقول حاجه مهمه للناس العاديين الغير ممارسين للرياضه، نقول لهم كلوا ايه واعملوا ايه، يعني ايه الممارسات الصحيحه في حياتهم، وايه التمارين الرياضيه البسيطه اللي ممكن يعملوها علشان يبقوا يقدروا انهم يتفادوا الاصابه، او حتى لو عندهم يقدروا يعني يعملوا تليين للمفاصل. والله في تمرينات مرونه وفي تمرينات يعني قوه حركيه كده، وحاجات بسيطه يعني بتتعمل زي تمرينات الصباح اللي كنا بنشوفها زمان او بنسمعها زمان كده، بتيجي في الشاشات. كان في تمرينات كده بتيجي في على يا ريت قناه مصر الزراعيه تعمل حاجه زي كده، اللي هي ممكن تبقى الايروبكس العاديه دي مثلا. تمام تمام، يعني نقدر نقول لهم ممكن هم حتى يفتحوا برنامج لتمرين ايروبكس مثلا على النت او على اي حاجه. في برنامج على يوتيوب كتير يعني يوتيوب ممكن نشوفها. تمام، والاكل يكون يراعى فيه ايه سواء بقى السيده او الرجل. هو في حاجه برضو عاوز اقولها، اللي هو السمنه او زياده الوزن دي خطيره جدا على المفاصل طبعا، دي من اسباب الخشونه. فانا لو وزني مليان شويه ببتدي اعمل برنامج دايت مناسب، بحيث ان انا اقدر اخفف وزني ما يبقاش فيه لود على المفاصل، مفاصل الظهر ومفاصل الرجل، احافظ على قلبي، احافظ على صحتي، احافظ على شكلي العام. طب دكتور خالد، يعني بنقرا كده كمعلومات طبيه لقينا ان في عنصر مهم قوي بيبقى ناقص في اجسامنا كلنا وبيبقى له اعراض متشابهه مع كل اعراض كل الامراض، اللي هو فيتامين د، اللي هو بيبقى ممكن مثلا ممكن يبقى في اشعه الشمس او ممكن يبقى في حاجات كتير قوي بنهمله، وبالتالي كلنا عندنا هذا النقص من هذا الفيتامين بنسب مختلفه. هل ممكن نقدر نقول ان نقص فيتامين د من ضمن برضو يعني الاثار الجانبيه بتاعته النهائيه خشونه مفاصل؟ هو بيسبب اولا هشاشه العظام، لو في نقص في فيتامين د بيسبب سرعه الكسور اللي في العظام. فيتامين د طبعا زي ما قلنا موجود في اشعه الشمس، بينشط الجلد فبيكون فيتامين د، وبيساعد على ترسب الكالسيوم على العظام فالعظام بتبقى قويه. في حاجه مهمه برضو عاوز اقولها، ان فيتامين د لو ناقص في الجسم ما بيبقاش فيه كنترول على الاكل، في ناس بتاكل كتير جدا. فهرمون فيتامين د دوت بيعمل اشاره للمخ عشان الواحد لما ياكل يجي في لحظه كده يحس بالشبع. فنقص فيتامين د في الجسم بيسبب زياده الوزن. دي معلومه انا قلتها قبل كده في هذه القناه وباكد عليها برضو، لان موضوع مهم قوي. يعني الاهتمام بالتغذيه السليمه، التغذيه العلاجيه السليمه مهمه جدا. واحنا بصدد مبادره ان شاء الله هنقوم بيها باذن الله وماشيين فيها مع الشيخ عادل ابو كبيس، ده من المملكه العربيه السعوديه، لاقامه منتجع
للعلاج الطبيعي او التغذيه العلاجيه في مصر ان شاء الله، ان شاء الله، واحنا مقدمين الورق ده وان شاء الله كده تيجي الموافقه باذن الله، باذن الله، ويكون في تعاون بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه في هذا الشان ان شاء تمام الله. تمام تمام. طب ده شيء هايل جدا، لان ده طبعا افاق حلوه قوي للتعاون في المجال الصحي ما بين مصر وبين السعوديه. واحنا عندنا عندنا في جمهورية مصر العربية في مناطق هي مشافي طبيعية، فممكن ان احنا فعلا نعمل هذه الدعوة ونعمل سياحة علاجية على اثار على يعني على غرار هذه المبادرة الكبيرة. هي مصر طبعا فيها جوها جميل جدا، تمام، فيها اماكن زراعية حلوة جدا، تمام، في مشفى، اماكن مشفى طبيعيه. يعني احنا زمان كان عندنا عيون حلوان دي فيها المايه الكبريتيه. الكلام ده يعني احنا كنا صغيرين كنا بنروح، كانت ايام جميله صراحه. يعني دفنت دلوقتي هو بس التلوث البيئي طبعا حضرتك، والمصانع طيب اللي حوالين المنطقه طبعا صيانه. صحيح. طب اخر حاجه بقى، اللي بيروح اللي بقى المهتم بصحته اللي بيروح يلعب رياضه في الصالات الرياضيه في الجيم الجيمات المختلفه، نقدر نقول له ايه؟ ان ما يغركش بس التعامل بالشكل الخارجي، وانه لازم يروح لصالات بعينها. ما انا بسلم، هو انا كشاب بروح اسلمهم نفسي واقول لهم انا عايز كذا وكذا فيعملوا لي التمارين، وهم خبراء، لكن حضرتك بتقول ان ممكن خبير يجهل حاجه معينه فيصيبني بمرض خطير. اولا معلش يعني الصالات بتاعه الجيمات دي مين اللي بيقوم على يعني التدريب فيها؟ في ناس طيب. مثلا معلش يعني بتاخد دورات تدريبيه كده وهي ما معاش مؤهلات وبتشتغل مدربين. طيب انا كواحد لاعب عاوز اروح اتدرب في هذه الصالات، عندي اصابه في العمود الفقري، طيب هو بيعمل لي برنامج لياقه بدنيه؟ طب النصيحه ليه علشان اتوجه للمكان الصح اللي يبقى مسؤول فعلا عن صحتي حقيقي، يعني اعرفهم ازاي؟ يعني انا داخل صاله بعرف اسم المدرب ومؤهلاته ايه، بس انا من حقي كلاعب او كمتدرب ان انا اعرف انا بتعامل مع مين. مش معقوله هدخل كده وانا مش عارف انا بتعامل مع مين. انا داخل لدكتور عظام، هدخل لاي طبيب كده ولا اعرف الطبيب ده وتخصصه ايه؟ صحيح. نعم. طيب يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا، دكتور خالد جمال استشاري الطب الرياضي وتاهيل اصابات الملاعب، شكرا يا فندم لحضرتك، ونتمنى السلامه لكل المشاهدين يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا، بقول لكم تصبحوا على خير، وبكره ان شاء الله هيكون عندكم حصاد جديد، انتظرونا قبل الموعد ده بساعتين ان شاء الله.